كيفاش وقعت له هذا الاكسيدون وعندها علاقه بالزياره الملكيه كيفاش؟ بابا بانه ما عرفناهش حيت بابا كان خرج يخدم معاهم برا عيطوا له. من بعد جا عندنا صافي بابا ما صافي ما كيهضر ما كيتكلم ما والو سخفان. حنا ضايعين في حقنا وضايعين في المس انا رجلي قطعتو مع علاش ما ديت فيها لا صحتي لا حياتي. حنا ما داير فينا حتى واحد كيضربوا فينا ملي كيبغوا غرضهم ومصلحتهم. هذا اللي كان الحبيب والله فوق منا كاملنا. لا اله كنا غنتحاسبوا كنا غنتعاقبوا على افعال ولا اعمال. عندي لا فين نمشي لا هو المدر راجلي لا ساكن لا حتى حاجه. كان يلا داك النصيب اللي كنشدو به عايشين ما عنده لا بلاد لا حتى شي حاجه. ما عنديش فين نمشي. وراجلي انا تقاس هنا بحديده في المدرسه بقى كيقاس بها تطيروا له رجله في المركب وعندنا الوراق ديالو باش طيروا له رجله. بقى كيقاس مسكين حتى مات. سمحي لي نهار الوالد ديالك فاش تصاب في وسط هذا المعهد واش جات شي امبيلونس هزاتهم في وسط الاداره؟ ما جات حتى شي حاجه ما كانش. كان ديك ساعات الانسان كان نية كان كيقول يعني حنا موظفين ولاد الحي ولاد الحومه ما يمكنش واحد يدير معاه شي حاجه كيقول صافي تقاسيت انا غنمشي غنداويها وغتبرا بقات هكاك هو عنده السكر بقات هكاك حتى لواحد النهار صافي مشات تطرطقات من يدينا المركب حيدوها له. حنا انا براسي دخلت هنا بتورقه اجيت خدمي مشيت نخدم دابا نصوبوا لك الورق دابا نصوبوا لك الورق الفلوس ديالي الخلاص ديالي كيجيبها لي المقاول كيعطيها لي غير هكا في يدي ما عندي حتى شي ورقه حيت انا لا حول ولا قوه الا بالله ليا ما عنديش انا باش غادي نهضر حيت الورق ديالنا حنا الدوله ديالنا هنا الا بغيتي تهضر وتصوب وراقك خصك اللي يكون عندك شي ركيزه صحيحه. انا عندي الا الله ما عندي حتى شي حد. مشاهدينا الكرام من بعد ما تبعتوا معنا الروبورتاج الاول في جامعه مزراوه ساحل بوطهر اقليم تاونات كنا دوزنا واحد الفيديو ديال واحد الموضوع ديال الساكنه مع اداره المعهد الفلاحي التقني ساحل بوطهر. هذا المعهد هذا اللي كيطالب بواحد السكينه مجاوره لهذا المعهد هذا بالافراغ وكيف ما لاحظتوا في العنوان قلنا بافراغ بدون سند قانوني. من بعد ما سالينا الحوار اتصلنا بالسيد نائب المدير محمد غزالي باش اننا نحدوا معاه موعد باش يدير حق الرد ديالو. تواصلنا معاه وحددنا من بعد 5 أيام يعني من نهار السبت اليوم الأربع أننا نجريو مع حوار داخل الإدارة. وهذا الموعد هذا ليكون في العلم المتتبع الكريم أو المسؤول هو اللي حددو. من بعد ما اتصلنا به بالأمس قلنا له السيد المدير واش أنك أو نائب المدير عفوا واش أنك واجد باش تجري معنا الحوار. قلنا مرحبا بكم غدا مع 10:30 ديال الصباح. دابا الان في حدود الساعه ديال 10:30 يلا خرجت من الاداره. فاش جيت عنده كيقول لي بانه ما عندوش ترخيص من الوزاره المعنيه اي وزاره الفلاحه. فاش تكلمت معاه بخصوص النقاط اللي دازوا في الفيديو بدا كيعارض بطبيعه الحال ومن حقه غير هو باش انني درت هذا الفيديو هذا باش نوضح للجميع انني حددت معاه موعد ما كانش كيقول لي رخصه الاداره ولا كنتسنى طلب من الاداره راني درت طلب الاداره ومازال ما رجعوه لياش. حتى جيت لهنايا من بعد ما بقيت كنتناقش انا وياه عاد كتخرج الحجه ديال ان الاداره مازال ما رداتش عليه من حقه. لكن باش انني ننتقل من مدينه فاس حتى الاقليم تاونات وفي التالي نكون فارغ ما كاين حتى شي رد مقنع باش انه يقنعني كيفاش انه ما قال لياش هادشي هذا سابقا في الهاتف هنا كتطرح علامه استفهام. من بعد قلت له دليني واحد من كمساعده منه واحد الهاتف ديال احد المسؤولين باش انني نتكلم معاه في الموضوع ونشوفوا حتى حنا الاجراءات اللي يمكننا نتبعوها اللي تكون قانونيه بالنسبه للاداره. رفض. قال لي انتم صحفيين انتم عارفين انتم دايرين انتم بواحد الطريقه بواحد اللهجه ديال الاستهزاء.
مشاهدينا الكرام، كما تعوداتكم صوت العدالة على أنها كتسمع للرأي والرأي الآخر. هنا فاش سمعنا للرأي ديال الساكنة والكلام ديال الساكنة، فاش بغينا ناخذ الرد لقينا هذا الجواب. إلى اللقاء.